أيضا مر السيد رئيس الوزراء في مستهل هذه الجلسة على ما أثير من جدل حول التغييرات الإدارية الأخيرة، مؤكدا أن هذه التغييرات جرت ضمن سياقها القانوني والإداري وضمن الصلاحيات الدستورية الحصرية لرئيس الوزراء. وقدر عاليا السيد رئيس مجلس الوزراء ردود أفعال القوى السياسية والشعبية الرافضة للمحاصصة، وثمن هذا الرفض من القوى السياسية لمبدأ المحاصصة المقيت، وإن جاء متأخرا نحن نعلم بأن الدولة العراقية بنيت على المحاصصة منذ 17 عاما لحد الآن من نفس القوى السياسية التي اعترضت واعترفت أخيرا بأن مبدأ المحاصصة مبدأ لا يليق ببناء دولة بمستوى العراق. ثمن كثيرا رئيس الوزراء هذا الحرص، وأكد أن هذه التغييرات جاءت ضمن سياقها الدستوري والقانوني، لأن الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لأصحابها، واختيار الأشخاص البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها أو جاء نتيجة لاختيار أشخاص يتسمون بالخبرة والكفاءة.